ولا نفترق، نجتمع على الدين، نجتمع على التناصح، ونعلم أننا بهذا ننال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، ويد الله مع الجماعة. نعم. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. نعم، تقسيم الدين إلى فروع وأصول، البعض يقول هو من علم الكلام، لكن شيخ الإسلام مثلا لا يرى تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن تجد أحيانا في كلام شيخ الإسلام من باب التوضيح لبعض الأمثلة يقول فروع وأصول، أما الدين كله أصل. نعم. وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، وصار الافتراق هو الدين، نسأل الله العافية والسلام. نعم. الأصل الثالث أن الاجتماع إخواننا له صور كثيرة جدا. الآن صلاة الخوف، صلاة الخوف حرب، والعدو قد يكون يعني مستعد للقتال، يجتمع على إمام واحد. لو تنظر في حال الصلاة، طائفة تصلي، طائفة تحرس، طائفة تركع، طائفة قائمة، طائفة تصلي ركعة مع الإمام وركعة لوحدها، الطائفة الثانية تأتي تصلي ركعة ثم الإمام ينتظر. يعني من أجل ماذا؟ من أجل ينظر الأعداء في حال أهل الإسلام، حال الحرب، حال الشدة، اجتماع لا افتراق. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. نعم، كائنا من كان، وإذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. وبعض الناس في هذه الأيام يقول هذا الذي يقول بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم والطاعة في المعروف وعلى ذلك، هذا ما يقوله إلا جبان. والشجاعة في الخروج على الحكام وتكفير الحكام. نعم، وحصل ما حصل في هذه الأيام من هذه الأمور التي حصلت بفساد البلدان. ولهذا قال بعض العلماء أكثر ما يفسد العالم أربعة، أكثر ما يفسد العالم أربعة. الأول نصف متكلم، هذا يفسد العقائد، لم يتكلم في ذات الله، ومنهم الجهمية ومن وافقهم أو سار على طريقهم. هؤلاء علماء كلام ومنطق وفلسفة تكلموا في ذات الله سبحانه وتعالى حتى عطلوا الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات. نصف متكلم، هذا أعلى شيء في الفساد. الثاني نصف فقيه، نصف الفقيه قال يفسد البلدان. الثالث نصف طبيب، هذا يفسد الأبدان. والرابع نصف نحوي، هذا يفسد اللسان. وهذا الواقع اليوم، من يأتي ويتكلم بخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينصح العلماء وبخاصة في العصر الحاضر بقراءة يعني أحاديث يسيرة في باب الإمامة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، أبواب يسيرة لو قرأها البعض عندنا قد يتعجب أن هذه الأحاديث موجودة وفي الصحيح، ثم كثير من الناس غافل عنها، وكثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة أراد أن يموت ميت جاهلية كما مات عليه أبو جهل. نعم. قال قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا كافيا بكل وجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، يقول هذا لا يعرف أصلا عند من يدعي العلم، يعني ليس بعالم، فكيف بالعمل؟ لأنه أولا لابد من العلم ثم العمل. نعم. قال الأصل الرابع
بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. فهذا يعني خاصة في هذا الزمن. كثير في هذه الأيام يستفتي. يستفتي من؟ يستفتي جوجل. والله صدق. يستفتي من لا يعرف أصلا لا بالعلم ولا بالفقه في الدين. والتبس على كثير من الناس العالم من الجاهل ولا يفرق كثير من الناس. أقول هذا إمام وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. نعم. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه إلى هذا. نعم. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، من تشبه بهم وليس منهم. نعم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، الآية. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم. وتسمع العجب العجاب. في أول الأمر كان الكلام يعني من يسب ويتكلم في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ساحر ودجال وكاذب وكذا. ثم لحق هذا الكلام الصحابة رضي الله عليهم، ثم الأئمة، وفي كل يوم يأتوا بلقب يلقب بها أهل السنة والجماعة. قالوا عن أهل السنة والجماعة نواصب ونوابل وغثاء، نعم، ومشبهة ومجسمة وحشوية. عندما صارت هذه الألقاب لا تؤثر في الناس أخرجوا ألقاب جديدة، قالوا مثلا الآن وهابية وغير هذا من الألقاب حتى ينفر الناس عنهم. وأصبح من يحذر ويسب ويشتم هو الإمام وهو العالم. وأصبح الأئمة أئمة السنة يتكلم فيهم. هناك من يتكلم في الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة، قالوا الذي يطعن في أحمد رحمه الله زنديق. لماذا؟ لأنه أحمد بن حنبل؟ لا، لأنه إمام من أئمة أهل السنة، والطعن فيه طعن في السنة. فكيف نفرق الآن بين علماء أهل السنة ومن تشبه بهم أو من تكلم عليه؟ ننظر في حال الرجل كما كان عليه السلف الصالح، كما كان عليه الأئمة. الآن ننظر في قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ننظر في حال هذا الرجل. لذلك كان يكتب في تراجم الأئمة يقول: الإمام أحمد بن حنبل، الإمام العالم العابد الزاهد الورع. نعم. لماذا؟ لأنه لابد من علم على ما عليه السلف ويشهد له العلماء وعمل، لابد يطبق هذا. ولهذا لا تستفتي أي أحد، تستفتي من تثق في دينه وعلمه. ما للإنسان يذهب إلى أي طبيب؟ لا، يذهب إلى استشاري ثم يسأل عنه ثم يذهب إليه ثم يأخذ الوصفة ويقرأ الوصفة صحيح الدواء ويتأكد ويسأل وبعد هذا يشرب الدواء. هذا فيما يتعلق بالبدن، فما بالك فيما يتعلق بالقلب. إذن لا يمكن أن تستفتي أو تسمع أو تحضر
إلا لمن تثق في دينه وعلمه، وإن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. وقال من كان مستلما فليستن بمن مات، فإن الميت قد أمنت عليه الفتنة. أخواننا يعني الآن أنا أقول للبعض في من يدعي اليوم الخروج إلى الأماكن فيها الصراع، نقول لو جاءتك فتوى من هيئة كبار العلماء في العقيدة تقبلها؟ قال والله أقبلها. ولو جاءتك من هذا الذي أفتيك الآن بالجهاد بالخروج إلى كذا وكذا في العقيدة تقبلها؟ يقول والله لا أقبلها. إذا نأتمن هؤلاء على العقيدة ولا نأتمنهم في مسألة فقهية. ثم هذا لا يعرف لا بالعلم ولا بالفقه في الدين ولا بالعمل ولا بالعبادة، كيف أخذ منه الدين؟ ولهذا قالوا لا تسأل عن قيام الليل إلا من يقوم الليل، لأن الذي لا يقوم الليل لا يدري أصلا. تريد تسأل عن الاعتكاف، تسأل من يعتكف صحيح. وانت تعرف عندنا أئمة، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لديه مشاغل كذا كذا، كبر سن يعتكف في كل عام. ثم الاعتكاف لدى الشيخ يعني شيء متعب، يصلي التراويح التهجد ودرس بعد الفجر ودرس بعد التراويح، ايش يعني؟ سبحان الله، علم وعمل. نحسب كذلك والله يحسبنا، زكاة الله يحسب. فتسأل عن الاعتكاف؟ نعم. أما تسأل إنسان لا يعرف الاعتكاف ما يمكن. تريد تسأل عن الدعوة إلى الله، تسأل من يدعو إلى الله؟ أما إنسان لا يدعو إلى الله كيف تسأل؟ تسأل عن الكتب، عن دراسة الكتب وكذا، لا بد تنظر في سيرة هذا العالم، هل شرح هذه الكتب حتى تسأل عنها؟ يعني عندنا بعض الناس يعني شرح كتاب التوحيد لعله 1000 مرة أو أكثر، صدق والله. هذا تسأل عن كتاب التوحيد. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في آخر درس في كتاب التوحيد سألوه ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد؟ قال كتاب التوحيد. قالوا يا شيخ الآن أتممنا كتاب التوحيد. قال هذا الكتاب يحتاج إلى إعادة 10 مرات. يعرف قيمة هذا الكتب. إذا لا تسأل إلا من تثق في دينه وعلمه. قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآن نسأل من؟ جوجل. نسأل أناس يعني والله اسمحوا لي في هذا الكلام، يعني هذا جوجل زنديق. كيف؟ ماذا تريد؟ تريد جواز الربا، اكتب في جوجل الأدلة على جواز الربا، يذكر لك 1000 دليل و1000 كتاب، صح؟ تريد الربا محرم، اكتب الأدلة على تحريم الربا، يعطيك الأدلة. زندقة. تريد ماذا؟ قال أريد كذا، اكتب، يعطيك اللي تريد. إذا كيف نستفتي جوجل؟ والبعض حتى يقول الشيخ جوجل. عجيب هذا. وأصبح العلم يا أخواننا والله ما سمعنا أبدا أن إنسان تخرج من مدرسة جوجل صح وأصبح عالم. لابد نسير على طريقة السلف في طلب العلم، في التعلم، في السماع. قبل زمن خرج كتاب، رجل كان على معتقد ضال، إمام في الضلال، وتاب وألف كتابا في معتقد هؤلاء الذين هم في الضلال. كتاب انتشر، الكتاب جاءوا بهذا الكتاب للشيخ العباد حفظه الله، شيخنا الشيخ عبد المحسن. نظر الشيخ بالكتاب قال لا ما يصلح. يا شيخ كيف ما يصلح؟ هذا إمام في الباطل ويعرف ما عليه هؤلاء، ثم الآن تاب وهو من أهل السنة وشهد له فلان وفلان
وألف فيما يعتقد هؤلاء وفيما كان عليه. لماذا لا نقرأ له؟ لماذا؟ هذا الكلام يستدل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحديث أبي واقد رضي الله عنه قال: ونحن حدث عهد بكفر. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاد قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ثم نحن ليس لدينا ثقة بعلماء أهل السنة، هذا أعلم أو شيخ الإسلام؟ لماذا نترك كتب شيخ الإسلام أخواننا في هذه الأزمنة ونقرأ كتاب لفلان وعلان؟ اعتبر أن هذا الشيخ مثلا قال: أنا أريد أعكف على كتب شيخ الإسلام وأدرسها. بالله الشيخ رجل شيخ إسلام، لكن هذا يعكف على جوجل وهذا يعكف على فلان، كتب فلان من المتأخرين. انظر الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يستطيع يؤلف، والله نحسب كذلك والأحسن، كان يستطيع يؤلف أحسن من الأصول الثلاثة وأحسن من زاد المستقنع، لكن لم يسمع هذا، عرف أن هؤلاء سبقوا في الطريق وألفوا وتعبوا وكتبوا، سار على هذه الطريقة، بارك الله في علمه. إذن لماذا ليس لدينا ثقة في علمائنا؟ أنت لو تسمع الآن، وبعض الناس يغضب، قال لي مرة أحد الشباب قال: سبحان الله ما عندك إلا قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال الشيخ بن عثيمين، قال الشيخ بن باز. قلت يعني لو تنظر في كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تجد هذا، قال أحمد، قال شيخ الإسلام، قال كذا، تربوا على هذه الطريقة، عرفوا أن الطريق لابد يسلك من هذا الطريق وساروا على هذا الطريق وفقهم الله سبحانه وتعالى. لا يعرف، ولهذا قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد لله كن واحدا في اعتقادك، في واحد طريق واحد إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أننا يعني نأتي ونرجع إلى فلان وعلان وهؤلاء. ظهر في زمن من الأزمنة بعض الناس ادعوا الفقه والعلم وقال: خذنا بحارا في العلم، وقف الأنبياء على شاطئ، وحصل ما حصل من ترجمة الكتب اليونانية وكذا وعلم الفلسفة والمنطق. وماذا حدث؟ أدى بهم هذا الأمر إلى الكلام في الله وسب الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا أن الذي يسلك هذا الطريق، طريق الزندقة وطريق الفلسفة وطريق علم الكلام، قالوا ثلاثة: إنسان سلك هذا الطريق وانتهى منه وأصبح إمام، قال هذا لابد يشهد على ضلال هذا الطريق، وتجد الواحد منهم على فراش الموت قال: الويل لفلان، وليتني وها أنا الآن أموت على دين عجائز نيسابور، إمام في العلم هذا، في العلم في المنطق وكذا، تبرأ منها. الثاني الذي لم يدخل، إذن الأول انتهى من الطريق وأصبح إمام في هذا الفن، فهذا يشهد لابد على ضلال الطريق. الثاني لم يدخل، وهذا في بر الأمان، يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يدخل في الطريق أصلا، ولم يدخل لجوجل وهذه الأشياء، ويعيش مع السلف.